يعني بالنسبة لعدد السكان بالأردن والدول المجاورة لنا، يعني مثل جمهورية مصر العربية يعني بتوقع أنه الرقم كبير كثير. يعني هي أيضا السؤال اللي راح أوجهه بعد قليل. يعني 150 نائب، 150 نائب أكيد بده يكون كمان 75 عين، يعني 225. وتوحيد الرواتب راح يكون يعني فعلا عبء على الـ على الـ على الخزينة. أنا بس بدي أحكي إذا سمحت لي سعادة النائب، كل ما نخشاه أن يتحول مجلس النواب إلى جمعية رجال الأعمال. حكت أختنا الكريمة أنه يعني أنه الغاية تبرر الوسيلة، بما معنى كلامها. لا 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 لا, لا, لا مش هذا. أنا ليس لست مكبلية في الهواء. أنا أقول بأنه الوسيلة لابد أن تكون هنا في مشروع. يعني أي وسيلة يعني مخالفة للقانون. يعني أنا يعني إذا وصل النائب إلى قبة البرلمان بالشراء أو بالمال الفاسد، فهي يعني ما حدا بيقدر يضبطها ولا حدا بيقدر. لا، القانون بيضبط. في عندنا قوانين. صعب جدا. يعني هل يسمح القانون لنائب الآن أن يطبع بروشورز 200 ألف نسخة يوزعها أمام المساجد يوم الجمعة لمرشح؟ ويضع اسمه خلف الصورة، ادعموا فلان، وهي موجود معي بعد الحلقة بعطيك إياها. هل هذا الكلام يجوز؟ بعض النواب عندهم شركات مقاولات كبيرة تتعامل مع الدولة. مش صعب علي أنا كنائب إني أسجل الشركة باسم زوجتي أو ابني أو والدي. برضو هذا لازم مجلس النواب يكون عنده لجنة خاصة تتبع هاي الأمور، حتى في الترشح. لما أنا بدي أرشح حالي، في حدا بدور وراي بروح على وزارة الخارجية يقول إنه معي جنسية أمريكية ولا؟ طب أنا بدي أسألك بالله يا أخويا مصطفى سؤال. تفضلي. هلا لو في الدائرة الأولى رشح حزبي أنا شخصيا، حزبي. نعم. وأنا يعني حزبية. حزب رشح أحد الأشخاص. بتقومي بدعمه بشكل مباشر. هل لا يجوز لي وأنا أنتمي إلى إطار حزبي وإطار وبدي أكبر كتلتي يعني في المجلس؟ ليس هنالك ما يمنع. طبعاً. وفي كل دول العالم تجد هنالك وزراء سابقين. إحنا مين اللي ممنوع يتدخلوا؟ الناس اللي بيشرفوا على الانتخابات والناس اللي في الحكومة، هذول لازم يكونوا على الحياد لأنهم موظفين. كل موظفين الدولة ممنوع يتدخل ويحضر عند يعني لكن هل لا يجوز ذلك؟ طيب مثلا أختنا الدكتورة رولا الحروب في أثناء مثلا الانتخابات البلدية والزميلة العزيزة كانت تدعم شخص من حزبها اللي تحت الإنشاء أو تحت التأسيس في مثلا منطقة الرصيف، في بلدية الرصيف. نعم. وذهبت ولم تخفي ذلك ولم يكن هنالك يعني ليس هنالك ما يمنع. طبعا هذه الديمقراطية ويعامل معاملة الحزب طبعا أو معاملة أي لماذا لا يكون هنالك يعني تجذير لهذا الأمر؟ إذا سمحتي لي في هاي الحالة نعم. لما بتتدخل نائب أو ثقل أو حزب وبنجح مرشح بدائرة هو ليس من سكانها، بقصي حالة إقصاء لأبناء الدار الحقيقيين. أبناء الدار الحقيقيين اللي بيعرفوا همومها وبيعرفوا مشاكلها واللي هم بدهم يشتغلوا لها. هما في شغل في مرشحين قانون. عديدين أكيد. يعني لماذا لا يختار أبناء الدائرة من إذا وجدوا أنه هذا الشخص لا يمثلهم لماذا يقوموا باختياره؟ يعني نحن نحكم مسبقا، أنت أعطيتني مسبقا فكرة بأنه هذا هو الشخص الذي سيفوز، لماذا لا نمتلك؟ الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. إذا وجدوا بأن هذا الشخص لا يمثلهم ولا يمثل مصالحهم، لماذا يقومون بانتخابه؟ يا سيدتي يعني هون يا احنا بنحكي لك مسؤولية هو الناخب. هو النائب يعتمد على قاعدة بيشتغل عليها. وهذا الكلام يسيء للوحدة الوطنية ويسيء للنسيج الأردني الملون واللوحة الفسيفسائية اللي تحدثت عنها سعادتك. لا نعم في أنا اي انا بطلب انا بطلب من اللجنه القانونيه تحديدا من مجلس النواب انها تتدخل بالموضوع هذا وتتقصى هي وتتحرك. لا هو يعني ساعتنا وضحت انه غير مخالف للقانون، غير مخالف للقانون. نعم. وانه في حال خاض الانتخابات ودعموا حزبه ايضا ما في اي مشكله ولا. نعم. ولا يوجد هنالك. وانا لو دعاني الحزب لحتى اساند اي شخص في اي مكان ساذهب يعني. وهذا شيء هذا شخص. شيء
يعني يدخل في الإطار. يعني نحن أنت يعني شخصيا أستاذ مصطفى كنت تتكلم في بداية الحلقة عن موضوع الأحزاب وكيف يكون لدينا أحزاب وكيف يكون لدينا كتل إذا كنا نريد لهذا الأمر فعلا أن يتحقق. أما مسؤولية الناس يعني الناس هذه مسؤوليتهم، إذا وجدوا أنا أناشدهم إذا وجدوا بأنه هذا الشخص غير ممثل لهم لماذا ينجح، لماذا لا نذهب إلى الشخص الذي يمثلنا، لكن إذا كان فعلا يمثل مصالحهم ويمثلهم تمثيلا حقيقيا فسيقومون يعني فسيقومون بانتخابه. ولا يمكن لي أن يعني توجيه النائب مع أو ضد، هذا يعني أمر يعني أنا بدي أرجع لسؤالك عن 150 الآن الآن نجيب عليهم مع الاتصال آخر. أكيد. أخي خالد العوامل مساء الخير. السلام عليكم. وعليكم السلام يا سيدي، يا هلا. مساك بالخير. مساء النور يا هلا. يا هلا يا سيدي. سيدي حاب أسمع، أنا حاب أول إشي أوجه تحياتي للأستاذ مصطفى برمان وسعادة النائب. حياك حياك الله. يا هلا بيك. سيدي أنا حاب أحكي انتخابات الدائرة الأولى، يعني أنا بوجهة نظري انتخابات الدائرة الأولى، وهي الأستاذ مصطفى بيعرف هو ابن الدائرة الأولى وبيعرف. نعم. أنا بدي أعرف بأي دولة من الدول العربية فيها واحد من دائرة ثانية عليم الله ما بيعرف وين حدود الدائرة الأولى بنزل على الدائرة الأولى لولا المصالح. هو عمي أنا يعني الدائرة الأولى اللي لازم يخذها لازم ينيلها واحد من لازم انت تعمل لك حلقه عن انتخابات الدائره الاولى وتجيب لك اثنين بيعرفوا بالدائره الاولى. لا بس هو احنا اخي خالد يعني اسمحوا لي هنا اسمحوا لي هنا نحكي في عندنا قانون يحكم وينظم. صحيح. فاحنا هنا نلجا للقانون وروح القانون وليس هنالك. لا والله اخوي نصه مش روحه، نص صريح وروح القانون نص صريح بيجيب. الان حول عدد نعم عدد المجلس، يعني انا لا اخفيك بانه يعني العدد معيق بالنسبة لنا، ولكن هل إصلاح القانون يتطلب خفض العدد؟ هذا هو الأمر الشائك في الحال الأردنية لمراعاة مسألتين أصلاح الدولة. أنا بدي أقول لك عن شغلة مهمة، في كلام تنظير كويس ممتاز وكلنا بنزقف له، وفي كلام على أرض الواقع. جميل. الآن إحنا نيجي مثلا على الدائرة الأولى اللي هلأ صار لهم ساعة كم نائب للدائرة الأولى؟ نحن نحن قانون انتخاب الدائرة الأولى خمس نواب خمس نواب الآن نقول الدائرة الأولى مثلا جغرافيا يعني نعمل لها حسبة قلم ورقة نقول جغرافيا ديموغرافيا لا تستحق أن يكون لها خمسة نواب لا ونري. تستحق مثل يعني انا بعطيك مثل انا بدي احكي لك كمثل يعني انه ديموغرافيا يعني ندخل في مساله بتعرفها في الاردن اكثر شيء لا اكثر شيء بحكوا لك هذا حق مكتسب يقول لك انه لا تمس الحقوق المكتسبه. اذا كنا نريد قانون اكثر عداله في الاردن واكثر مواطنة في الأردن وأكثر مدنية في الأردن أنا برأيي زي ما قال بتوصيات راصد توصيات راصد فصلت أدق لا 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 قالت بي لا بالانتخابات عندما قدموا تقريرهم عن الانتخابات اللي انتخابات المجلس الحالي نعم انتخابات 2013 قالت بأنه يعني قدمت توصية بزيادة عدد النواب. تعرف لماذا؟ الزيادة لتعويض المناطق التي يعني تمثيلها غير متناسب مع حجمها الجغرافي وعدد سكانها مثل غير صيفة الجنوب والمناطق. لا 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 مش بالعكس عندك مثلا الكرك على المؤشر ما يزعلوا من الكركية على رأسي هم من فوق وإن شاء الله بزيدوا كمان بجيبوا لهم ثلاث أربع نواب جداد. يعني الكرك مثلا لما بتكون حسبة ونحن يعني لدينا دراسة في كل المناطق انه مثلا الكرك تأخذ عدد نواب اكثر من العدد المفروض للمساحة الجغرافية وللبعد التنموي وللبعد الديموغرافي او السكاني وهي ثلاثة ابعاد لابد من مراعاتها عالميا. الآن عندما ينظرون إلى لواء بني كنانة أو عندما ننظر إلى مثلا لواء رصيفة نجد بأنه جماعة مظلومين، عدد النواب كثير أقل من المفترض حسب مثلا المساحة الجغرافية والعدد السكاني. جميل. فكان يعني إذا كنا نريد أن نتكلم كلاما عمليا لا يمكن أن ننقص عدد النواب. ثم
يعني الكلام الدائم مستحيل يتغير العدد للأقل. الكلام الدائم الكلام الدائم عن التمويل. نحن يعني لا عن إنه قديش بكلفوا البلد. يا ريت كل التكلفة اللي بتيجي على البلد من شغلة النواب والأعيان. يعني أنا بدي أحكي بس مسألة واحدة. رئيس مجلس إدارة أحد الشركات يتقاضى شهرياً 22,000 دينار، 15,000 دينار، وعد شركات في الأردن، وعد مؤسسات في الأردن، وعد هيئات، وعد مجالس إدارات ومجالس أمنا. يعني في الأردن يعني إحنا بنتعلق بشغلة بسيطة، يعني بكبرها مع احترامي للإعلام وأنتم كلكم أصدقائي، جزء من المشكلة، ولكن هنالك مشكلة كبيرة في عدة أماكن للأسف لا يتم إلقاء وتسليط الضوء عليها بالمقدار الصحيح. جميل. الآن في نهاية حلقتنا أدركنا الوقت، كلمة أخيرة أستاذ مصطفى. كلمة أخيرة. طبعا احنا اخذنا اليوم ربع ساعة اضافية للحلقة بحكم انه في كم اتصالات، بحكم وجود ساعة النائب. نعم تفضل. انا بدي اوجه اول اشي تحية كبيرة لأستاذتنا الكريمة، وشكرا لها اثرتنا بمعلومات قيمة. توصيات سعادتك لقانون الانتخاب ودور اللجنة القانونية. نعم. واقتراحات يعني موضوع التنقل المرشحين بين الدوائر. يعني أنا استنزجت آراء كثير من الأصدقاء رافضين الفكرة. نعم. موضوع الموضوع اللي يؤرق الجميع اللي هو المال الفاسد. نعم، هذا يجب أن يكون في صلب القانون. نعم. أنا معك. لازم يكون في جهات تتبع هذا الموضوع يعني بطريقه اوضح، لانه مش معقول المرشح يجي يوقف بالشارع وطول له الشنت ويبلش يشتري اصوات. اكيد اكيد اكيد. يعني في من احد المرشحين بالمجلس السابع عشر وعد احد الانديه الرياضيه بمبلغ 5,000 دينار وعد، ودوله الدكتور عبد الله نسور سجنوا قبل الانتخابات بيومين. جميل. احنا ادركنا الوقت لانه رسالة طبعا وأما مؤتمن عليها لسعادة النائب وفاء، سعادة الأستاذة، من أبناء الدائرة الأولى. نعم. راح نضل نرجع للدائرة الأولى أيضا بعد الحلقة. راح أخصص لك حلقة قبل 9/11 عن الدائرة الأولى. بعد الحلقة راح أعطيك الرسالة من أبناء الدائرة الأولى. نعم. شكرا لك يا أستاذ مصطفى. شكرا لك. أنا بكلمة أخيرة أقول بأنه في أي ديمقراطية في العالم قانون الانتخاب يشكل اللبنة الأساسية للإصلاح السياسي، ولدينا في الأردن بعد ما حققنا لابد من قانون انتخاب حقيقي ونظام انتخاب يعالج كل التشوهات الموجودة، أكثر عدالة، أكثر تمثيلا حقيقيا لأبناء الشعب الأردني، يضعنا جميعا على قدم المساواة كمواطنين أردنيين. أيضا برأيي الشخصي بأنه أي قانون قادم يجب أن ينص صراحة على تحديد السقوف المالية للحملات الانتخابية، وهذا مطلب كان لي في القانون السابق، ولكن مع الأسف الشديد لم يتم إقراره، لأنه إذا كنا نريد تحديدا للمال ما بحكي مال سياسي، هذا أنا أقول المال الفاسد. المال الفاسد، لأنه المال السياسي موجود في كل العالم وبطريقة طبيعية وفي تبرعات وفي حملات انتخابية بتتم، لكن المال الفاسد والمقصود فيه شراء الأصوات هذا يجب أن يتم تحديده عن طريق تحديد السقوف المالية للحملات الانتخابية، بالإضافة إلى أنه النظام الانتخابي يجب أن يكون توافقي وطني، لا تستأثر جهة بوضعه ولا يتم سلقه بليل لنصح عليه بنهار ونطبقه ونعود إلى الحلقة المفرغة من انتخابات ومجالس جديدة ونائب سابق ونائب حالي. نريد فعلا مجالس تمثل الناس، يعني خير تمثيل وتجسر الفجوة والهوة بين الناس والرأي العام، وتعيد الثقة للمؤسسات البرلمانية. شكرا لك سعادة النائب. في نهاية حلقتي هذه لا يسعني إلا أن أشكر سعادة النائب وفاء بني مصطفى المنسقة العامة لملتقى البرلمانيات الأردنيات، والأستاذ مصطفى أبو رمان الكاتب والمحلل السياسي. شكرا لكم، وأعزائي المشاهدين أشكر لكم حسن متابعتكم، وإلى اللقاء في حلقة قادمة من برنامج قلب الشارع.